شلون درس اليوم مرت عمي؟ صارت سواقتك احسن؟ ما انطفت معي ولا مره. سقتي يا كثير؟ ما خليت جميل يقعد ورا الدركسيون ابدا. صحي وينه جميل؟ عم يصفها للسياره. وليش ما صفيتيها انت؟ حاولت صفها ما انصفيت معي. يبعت لقت لإلهي فاطت بحيط التصوينه. ولي في الحيط اوعيكم صار شيء لجميل. ولي يا حوانتك يا جميل، يا حوانت شبابك يا جميل، رحت من اول درس السواقه يا جميل. عدي تحطي ما تنطي. عدي ما صار له شيء جميل. لو صار له شيء كنت شفتيني هون انا. ما صار له شيء جميل. ايه والسياره شو صار لها مرت عمي؟ لسه بتسال. شو السياره اغلى من بني ادم؟ ما صار له شيء السياره. شو بده يصير لها يعني؟ بس انا ما بعرف شو اللي صار. برمت يمين برمت شمال فختت الحيط طلعت من الجنب الثاني. ايه مشان هيك عم تقولي يبليها بقتله للسياره. ما عم تعرفي تصفيها، مبينه من السرعه. لك اني سرعه هي؟ كنت انا عم اصف على مهلي. لكن ليش فاتت السياره بالحيط؟ البلوك مغشوش ما في ريحه شمينته يروح وقتل شي. اني انا نكشته هيك انفخت. مرت عمي وبعرفها اكيد عملت لها شي عمي، بس عمله كبيره هالمره. محروس محروس يا محروس. ايش فاتك؟ لك حدا ندح ابو بطيخ شي؟ لا معناته انت ما دخلك. لك عمو خاطو الفردة. امو خاطو شي محروس. ايه شوفي شو بكون؟ الله يرضى عليك. انزل شوف لي هذا اللي بالابو. دبر لي اياه. بدي اجيب الشرطة. جيب الشرطة؟ لمين بدي اجيب الشرطة؟ لامي. لا ما بدي اجيب الشرطة، انا بالشرطة شرط. لك هلا عطت الشرطة ولا هذه شرطك؟ ما تكون انت محله. كنت جبت الانتربول. اوف اوف اوف. ليش شو صار؟ المسكين المسكين قاعد عم يدرس بامان الله لا اله ولا عليه، فجأة ما لقى غير دواليب سيارة قدام عنيات فوق راسه عم يفتلو. وشو دخل الدواليب بامك؟ لك انا كم مره فهمتك ما بتتدخل بهيك مواضيع؟ انت اللي بتستاهل خرطوش فردة. يوم على مكتبي محروس الله يرضى عليك، بتروح بتجيب لي معمرجي خليه يعمر له الحيط، وبتعزمه على شي مطعم خليه ينبسط وبوسط شوارب. خلاص خلاص مثل ما بدك بصير. اذا بدك خف روح ولا يهمك. شو دخل امي بدواليب السياره؟ ما ولي يا عمي لو كنت رجعت ترجع ابوك يا كاتي. امي امي يا هيا اضرب رقبتني. سحبتها للسيارة؟ امي شلون بدي اسحبها اذا دواليبها معلقين بالهواء عم يفتلوا؟ لك شلون عم يفتلوا؟ ليش ما في شيء وراها؟ بلا في شيء، في الابو. لا ولي بالابو جميل حدا تأذى؟ بشكل مباشر لا، بس انا الشيء اللي ماني متاكد منه ها، بجوز هذا الطالب بجوز ينجح بالفحص، بس انا متاكد انه ما بقى يجيب اولاد مثلي. لك ليش بقى؟ طالما عم تقول ما تأذى. احسبي حالك مطرحه. قاعدة وفاتحة الكتاب وعم تدرسي ومتركنة بأمان الله، وفجأة ما لقيتي غير دواليب سيارة فوق راسك عم يفتلوا، شو بتعملي؟ شو بعمل؟ هلا عم بسأل شو بتعملي؟ فإذا مالنا غير محروس رجل المهمات الصعبة، قل له على هذا الموضوع وبيتصرف. بعته أدفته. خيرا بعد. جميل فهمني شو صار، شو عملت مرت عمي؟ شو بيعرفني؟ ما لقيتها غير مدت ايدها على الفوتيس وصارت تبحبش، ورجليها صاروا يلعبوا على البنزين، ما لقيت غير السياره نطت من على الرصيف فاتت لعند الرجال. انا ما بتفهم انا وياك غير تحت. اهلا وسهلا حبيبي. تفضل 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 انت. يا اهلا وسهلا. لك يا خيي تفضل انت. لا تقلل لي راسي. لا والله ما تقلل لي راسي معصب. من الاول هيك. اهلا وسهلا تفضل حبيبي. تفضل انت. تفضل انت ما بصير. طيب اهلا وسهلا. ايوه حبيبي تفضل احكي لي همك لشوف. خيي انت اللي بدك اياه نحكي؟ لا ما بصير انت الاول. لا انت احكي. يا حبيبي تفضل احكي انت الاول. لك يا خيي احكي لا تقلل لي راسي. ها طيب حبيبي اسمع اسمع خيي، انا ما بدي اضحك علي، المساله بدها تعويض. انا يمكن معش جيب اولاد، جاي تقول لي استاجر ما استاجر؟ ليك انا ابديش ابديش. طيب بس لبين ما اصلح لك البيت. لك يا خيي اسا وقت امتحانات والحاله ضيقه، انا وين بدي اروح؟ هيك بضيع وتتشتت افكاري. قلت لك ابديش ابديش. طيب عمي لا تاخذ معك شيء، خذ كتبك بس انا رح استاجر لك شقه مفروشه. يا حبيبي وبلكي سرقت. بديش بديش بديش. منين انا بلا انا بهالكليش؟ على كل لا تخاف، انا بخلي ابو كيروز يروح معك وينطر لك البيت. ابو عنطوز ابو كندوز انا ابتفرقش معي. قر ابو كندوز ولك يا خي انا ابو كيروز. ايه وحلت علينا البركه. عندكم دشن؟ لك يا جماعه انا حمام ما عندي، ليكون عندي بيت مكنداش. ما بقى عنده ابو كيروز ما بقى.
ابو كيروز. قلت لك ما بقعد يعني ما بقعد يعني ما بقعد. طلع فيني هون ابو كيروز. خلص بدك انا اللي بقعد. قوم لك لبين ما روح دبر لي شقه بتاخذ الاخ بتخليه ينتع بطن فول وبترجعوا لهون. شرحات شرحات بطنين. خلص بطنين. اصلا ما في داعي للشكليات، شو نخسر بعضنا مشان شوية اكل؟ يلا فول فول. ابوك يا الغشيم عاملين لك شرحات، امشي قدامي. عفوا، مرة ثانية بتقولي تفضل. تفضل. ها؟ تفضل انت استاذ. استاذ؟ يروح يستنى اللي بيفهموا، سمعان؟ قال لي استاذ عنا استاذ ناولنا مصاري لناكل شرحات. سيك، هي 200. في شرحات ب 200 هات 500. ان شاء الله يا فردوس كل يوم بتفوتي بحيط مشان ناكل شرحات، قوم استاذ كثير. الو انا قلي لي شو اللي بيسمن لك بدنك؟ شو اللي بينقطك؟ شو اللي بيفرساك؟ بقول لك الطش فيط. شغله هالمرت عمي كمان عم تشفط. عم تشفط وبس؟ ما قطعنا لك هالاسترات الا ولقينا لك هالميتورات ورانا طص، شي عم يصفر، شي عم يزمر، شي عم يزلغيط وشي عم يولول، وكل هالميتورات ماسكين مخالفات ونازلين فينا كتيبه، لو السياره صاغله هلا حقها ما بكفي مخالفات. يا عم من اولها صارت تهرب من الشرطه، لو اخذت شهاده سواقه مو هيك؟ بتلا هي مو بقصدها، هي هيك تخربط تجي بدها تكبس فرام تقوم تدعس بنزين. بدك تكبس فرام تدعس بنزين وهلا متورات ورانا زلقيت 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 تقول عيد المرور العالمي. جميل جمول جماميلو عجل شوي. وا امي فتين شو بدي ساوي؟ لا تعرف انا السواقه يا جماعه ماليهم تجيبوا لا مرتي مرتي عم تشوفني شو بدي ساوي؟ وينه؟ اللي لعضيته وغط على قلبه. يلا بسرعه ولا قال هيك؟ قال لي لمات؟ ايه ايه مرت عمي قال مات. خلصني جميل؟ وينه جميل؟ مرت عمي ما بعرف راح مات. ما بعرف شو بدي لبك شوفي شوفي ما في شيء مرت عمي ما في شيء، هو قال لي اذا حدا سال عني قولي له مهم راح مرت عمي راح. بدك شيء منه؟ طبعا بدي منه شيء، خليه يدربني على السياره ما بدي اتبادل بالفحص بكره. اخذي فرج. فرج مدري ليش فركه وراح ما بعرف، اخذ كوسان مدري لوين. معك انت شهاده سواقه؟ مرت عمي انا لا ما معي شيء. سيناء سيناء انا مالي طالبه منك شيء، انت بس دليني على دعسه البنزين ودعسه الفرام، في وحده ثالثه بتدليني عليها بتقلي لي شويه وبتشوفي لي في عواميد ولا ما في عواميد. مرت عمي طيب بركي لا سمح الله صار معنا شيء على الطريق وبركي عملنا حادثه. لك انا جيب حدا من الشارع يعني علمني؟ مو مجبوره فيني انت؟ مو كنتي ولا مو كنتي؟ كنتي انتي تعالي ما في شيء خطير تعالي بس انتي بتدربيني تعالي. جميل هم منزعن قلبي نفدنا تعالي. مرتاني ليش ما بتشوفي محروس بتاخديه معك خليه علمك السواقه؟ محروس فعلا منلك هالذكاء فجأة هبط عليكي؟ محروس كتير شاطر بالسواقة مثل شياط السينما مثل مايكل مايت بتعرفي؟ تعي محروستي. وين محروس فرط الطحين؟ خطوش فردي. وين محروس؟ راح ما يستأجر بيت لهلا لا اجا. مين لا؟ الاخ يلي صفيتي فوق. بس ما يكون صار لك شيء. والله مثل ما عينك شايفي. عفوا يعني ما كان القصد بس كل الحق على شمينته. والله القصه يا مدام كل كم يوم بيجيني سائق مثل حكايتك وبصف بهالحيط والحيط يا حصتي شو بده يتحمل يتحمل لكل من عمره بيرجع بينهد. فرضا اجت بلوكه على راسي ما كان طبشتني؟ هلا انا لو رسبت العالم بتقول من الحيط ما كله بيقولوا من هالحيط. خلاص ولا يهمك من اليوم ورايح راح صف على الجنب الثاني انا. تعي تعي ابو سينا. يا حوله شبابك يا ابو سينا. رايح اصير رح اصير اثنين واكل شرحات. خلصنا منه رايح اقول للتنتي. امي بتعرف السوق احسن من بوسينا؟ الله يجيرنا من هالنهار. بلعت لك راسك بلع. قر مالك قليل يا ابو كيروز. دوري يا ابو حرب وحدي. شرف. هاي ابو كيروز شلشني عم تضحك علي عم تنقر نقر. لك شو عم بنقر نقر؟ لك عم تمدح ايدك لقدام مدح هيك؟ هلا عم بمدح ايدي ولا ما عم بمدح ايدي؟ عم صيبه ولا ما عم صيبه؟ اخي عم صيبه ودوري دورك بدي شبر شبر اللي بدك تعمل.
انت عم تخسر. طيب شرف هلا دوري. ها حتى تعرف انه انا صغير. شلون عم تضبط معك؟ ولا ضربي عم تقلي؟ بالعلم قلت معنا وبالمصعب قلت معنا وبالجواز قلت معنا. بدك اياها تقلي معي بتضحك كمان؟ لك بتعرف اني قلت معي بالثنتين. شو بعمل لك؟ انت مالك ذكي مثلي دورة. معش معي مزات. ايه بدي اعرف بديش قصتني كل شيء معي. هلا انا قصتك كل شيء ولا انت قصتك حالك؟ ما بدي تلعب. صرت ساحب من جيبتي اكثر من 100 ليره وما عم بربح. 100 ليره طير بدينك 10. معش بدي العب. لو اسمع مني انت تربح مره. بديش بديش يا ابوك يا بديش. تعرف ما بتاخذ اللقطه الماكنه غير من الحمار الضعيف. مين ضعيف ولا؟ يا اخي المساله ما انا معلم. ولا عم تقول انت وياه. الواحد ما بيعرف يرتاح ببيته. انا ما صدق انت راحت امي وارتحت بنا مرتي. الاخ هون قصتني المزات. قصت مزات؟ انا ما قصته شيء، هو اللي قصت حاله بحاله، هو ما بيعرف يلعب. ما قصتها؟ بلا، وقصتني مصرياتي كمان. قصته شو يعني قصته ولا؟ يعني شلحته. شلحها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وين السيارة الثانية؟ أي سيارة؟ الثانية اللانسر اللي تحت. الزرقاء؟ إيه. أخي أنا لا هربت عليها ولا دعمت ولا بعرف عنها شيء. وليه ما أنت أخذتها أمي؟ أستاذ، نحن شو صار معنا؟ مشان إيش؟ مشان واجبك، مشان البيت بدك تاخذ لي إياه. إيه 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 صحيح. لقيت لك أبو بالبناية اللي قبالنا، شغلة تقطيع شارع بس. منيح. هيك باخذ اغراضي من هون لهون وبدرس وبستقر. بستقر؟ منين بدك تستقر اذا كل وقتك مقضيه بالمزار؟ مشي مشي. حدا معه شي 200 ليره دينا اياهم؟ شو ام الشباب؟ شايفك رح تمقطع فينا. شو؟ عم نشحنك؟ مثل شو فكر حالك عم تصرف علينا؟ لا لا ما الاخ هون قصتني مصرياتي ما بطلب منكم. قصتها؟ شو قصتك؟ رجع لي انا ما قصصت شيء ولا انا. رجع لي اياهم الله يرضى عليك يا اخي. انا ما بعرف شيء، انا جبتهم بعجله بعرفش مين. ماشي حسابك بعدين، قديش هن؟ 200 ليرة. هيك هي 200. تفضل خلصوني بقى. ولا يهمك، بكره بلعبوا دحل بشلحوا يا هون انا. ابوك يا التجارة. والله لشلح الرعبة تبعك. كان بدي بهالسرعة أنا؟ تأخروا كتير. كان ما لازم أتخبى، لو رحت معهم ما كان أحسن لي. تأخروا كتير كتير كتير. أبي أكل. بيت برمانتي ما بيسوى شيء. حرامي. مين؟ قولي الغولي الغولي. مرحبا جميل، ما وصلت مرت عمي؟ ليش ما كنتي معها؟ بلا بس تركتني. وين تركتي؟ على طريق كناكر. شو وصلكم على طريق كناكر؟ طلعنا على اساس على المحلق، ما قدرنا نلف ونرجع. قولي يا شلون ما قدرتوا تلفوا؟ ليش انا مو مطلع لك شهاده السواقه؟ بلا جميل، مو انت اشتريت لي اياها بايدك هذيك الشهاده؟ المهم المهم لفتنا على طريق السويدة. اوف، ليش كم كيلومتر ماشي؟ شو بعرفني؟ وصلنا لعند شهبة، يمكن شي 80 كيلو يا جمي. شلون قدرتوا تلفوا؟ ما قدرنا نلف، رجعنا انا ريه من كناكر لشهبة. قولي على طولك، قولي على قامتك، 50 كيلومتر راجعينهم انا ريه. شو بدنا نساوي اليوم؟ عملنا هيك كنا وصلنا على اليمن ويا امي. وعند كناكر شو صار معكم؟ لقينا رعيان، ساعدونا ولفونا السيارة. وسواقتهم مليحة يا مليحة؟ لا لا؟ حملوها السيارة ولفوها بالعكس باتجاه الشام ويلا. وبعدين؟ بعدين ما لقيت لك هالسيارة غير عملت بط بط يا لطيف وانطفت. نزلت انا من السيارة، صرت ادفش 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 ادفش، ما لقيت غير هالمرت عمي حملت حالها وطلعت من السيارة وتركتني بنص الشارع يا جميل. انا شو بدي ساوي؟ ما لقيت طريقة غير اني ارجع بالهوب هوب. طيب طالما هيك لازم ترجع، ليش لهلا ما رجعت؟ شو بيعرفني انا كمان هيك قلت؟ اكيد من المستشفى. ان شاء الله يا رب يا مرت عمي تكوني عم تحكي من المستشفى حتى ارتاح منك واخلص يا مرت عمي. الو مين؟ امي امي. منين عم تحكي؟ من نبك؟ ولي امي ايش وصلك على نبك؟ ايش عم تسوي؟ ها؟ ورحت على نبك؟ ليه ليه مليح؟ امي اسمعي لقلكي هلا بجيب سياره وبجيب اخذك. امي انا بستناك عند طلوع التنويا، بتعرفي تحطي فريم؟ ليه؟ لا على اليسار ولا على اليمين، هو اللي في النص في النص. مع السلامه. وصلت على نبك وما عرفت تدور. مشان قدرت تظبط حالها بالنبك. ولي امي واحد دور لها السياره، ولي بتكون عم تستناني بطلوع التنايا بطلوع التنايا. يا
بدي ابعث لي ضوء السلم، نسيت اوصيها على هريسي. يعني كان ضروري نطلع على البنات؟ يعني كان احسن لو امك امبارح تدبست فيي مشان علمها السواقه. يا اخي علمها، شو فيها؟ شو فيها؟ لو مخلفين نص مصيبه، بس لسه ما خلفنا اولاد. تبر حجج لك، شو خص هاي بالاولاد؟ خلصنا. شو خصها بالاولاد؟ لو طلعت على المسواقه 90% بدها تعمل لها حادث، يا بدها تتخلف شي حيط، يا بدها تنزل بشي نهر. وفهمك كفايه. إلا فرج، امي مو غشيمه كلها لقد بسواقه. مو غشيمه بسواقه؟ تحب ذكرك؟ ذكرني. ايه رح ذكرك. تتذكري يوم اللي رحت انا وياها تعلمها سواقه، دخلنا بالبايكه من طرف، طلعنا من الطرف الثاني محشاين زبل؟ تتذكري يوم اللي طلعتي انت جنبها ونزلتوا بقليل؟ خلص بتذكر، روح خلص. بتحبي اعد لك كمان؟ خلص ما بدي. يلا فرج، وين كنتوا؟ ليش تأخرتوا؟ شبك ضايجه، وين جوزك وليه؟ مرت عمي ما عم تقدر ترجع على البيت لحالها. امي شو بقى؟ شو صار لها؟ ما صار لها شيء، يا كوثر. بس مرت عمي ما عم تقدر تلف السياره وترجع لهون، وجميل راح يربط لها بطلوع التنايا، بس الظاهر انه ما لحقها لانه اتصلت من الصبح من درعا ونحن بعثنا لها محروس. شفتي كلامي مزبوط؟ شفت شفت. هلا كيف عم يكفيها البنزين؟ يا كوثر لو عم يكفيها البنزين ما كانت وقفت، هي كل ما يخلص البنزين توقف وتعبي وتضلها ساحبه انرجي هيك لحتى تفضى السياره من البنزين. مرت عمي. لا انت بنتي ولا انا بعرفك ابدا. ليش ماما؟ انا شو عملت؟ كلكم متآمرين ضدي انتو. مرت عمي شو صاير لك؟ ليش هيك كاشه؟ شو وعانه بشي نهار؟ لا مالي وعانه بالنهار، معضله من كثر ما تعربطت انا بالدركسيون، خوفا من اني اعمل حادث. عملت اللي بعطلن هم هن والبلوك، ريحه شمينته ما في لسه، ما ها نكشت نكش الا اي. اي جلسي جلسي مشان ما يطق لك عرق. مرت عمي رجع فرج، رجع. وانت وين كنت؟ وين كنت فركتها؟ مو على بينا تعطيني كم درس سواقه مشان اتمكن منيح؟ انشغلت. اروح. امشي. ما شفتي جميل؟ لك ما شفته، مو على بينا هو رح يلاقي لي على طلوع التنايا. بلا طلع يلاقي لك هنيك ولهلا ما وصل. تعي لك مقوصه مالي طاسستك. هون عندي. هون لطستك منيح. وانت وين تركتيني بكناكير؟ انا اللي تركتك ولا انت تركتيني وشفطتي بالسياره؟ لحقيني التاكسي. وين بدي لاقي تاكسي بالبريه؟ بالبريه بتلاقي حصان بتركبيه، بتلاقي جحش بتركبيه، بتلاقي كر بتركبيك. ان شاء الله يا مرت عمي بيفكوا عضلاتك. عضله عضله، الهي يا رب يا مرت عمي. هاتي المفاتيح، هاتي مفاتيح السياره، حطي بريمير وامي خديني يلا على امي. شغليها امي. اوعي تطفي معك. امي مرت عمي لك ليش هيك تقلانه؟ امي يا امي. خديني على اوضتي، امسكيني. اوعي يا ولد، بيب بيب بيب. اوعى اوعى تندعي. هلا انعسي بنزين. اوعي الشفقي بس. تفضل. اهلا وسهلا. تفضل عليك. انا ما بفوتش خطوه وحده الا بموافقه الشرطه. الشرطه؟ انا شو الشرطه؟ هلا مفوت منحلها سوا حبيبي. تفضل. طيب. اذا هيك شرف قدامك. تفضل شرف حضرتك. طول الطريق اتمدش ايدك علي. طيب شرف قدامي. شرف حضرتك مشان واجبك حبيبي. يا اخي كبر واجبك، بدي يفوت قدامك. سمع الوش مشانك. شرف قدامي يا اخي. لا تقول اني تقعد شوي. قر عليك يا زلمه من الاول. حل هيك. ابو كيروش مو من عندك. ايش المسأله؟ اعطيني شطب لي الشرطه. شرطه شو لك حبيبي؟ روق لي اعصابك، كل اللي بدك اياه بنحل لك. سمع الوش. ليك سمع عينك. انا نفر الدم لراسي هيك طفيش معي والله يبرسك. ابو كيروز خذ الاخ خليه يرقى بطن فول على كيف كيفك. شرطه شرطه. هذا التليفون بدي احمق. روق شوي. ليش حبيبي بدك؟ لك شوفوا المفول عم بشحذك. انا شو مكتوب هون؟ خروف محشي. اي ما باكل غير خروف محشي انا. خروف محشي؟ مثل ما بدك، خروف محشي. خروفين. خروفين؟ ابو كيروز بتسكر حلقك تسع طقات عم اقول لك. ها الا وين التليفون؟ احكي مع خروفين. خروفين لبين ما تاخذ الاخ بيكون دبرت له ابوه. شو؟ قبو؟ لا حبيبي، أنا بقبو معش بسكن. ليش بقى؟ ما بسكن غير بالمرديان. بالمرديان؟ بالمرديان مثل ما بدك. مش بس هيك، السويت بالطابق الثاني. وليش بالطابق الثامن؟
يا خي سكننا تحت البناية، صفت المدام فوق راسي، انتقلنا على القبو الثاني، قامت لحقتني، هيك مهما طلعت لفوق بتوصليش لو فاتت بالكونكورد. ماشي الحال، بالمرض يعني بالطابق الثامن، لك تكرم عيونك. الو مرديان ابوك الفهم لا تخاطوش فرتك فرج فرج الله يخليك خذ السياره وروح دور على جميل من امبارح ما بين بكل لساته عم يستنى بطلوع التنايا خذ السياره ليش مرت عمك تركت سياره بتنركي اخذ تاكسي طلع بالهوب هوب ركاب حصان ركاب قديش ركاب كر 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 ومرت عمك مين بدي ياخذها على الفحص مرت عمك مو بحاجتك وقت احتجناك ما لقيناك معلش يا عيني خلي محروس يتولى هي المهمه الصعبه ابوك الفحص السواق المحروس مشان تحط لي حالك وتجهزي حالك مشان فحص السواق انا جاهزه هو جاهز ما علي اذا كان جاهز ولا مو جاهز بس انا بعرف انه كلمتك ما بتصير حتى تنتهي ولا حصف اليوم مدى ليش هالسؤال؟ ما بنعرف شو بدنا نتغدى الله اعلم اوزي هالمره ما بدي اوصيكي ماما هلا على اليمين البنزين واللي بالنص الفرام شو ما شفتي دوسي عليه لك عم دوس بعرف خلصنا هاي البنزين وهي الفرام شو مفزلكين هالاجانب لك بوسينا قال حاطي لي قطعه ثالثه اسمها الدبرياج ما لها طعمه لا تخافي علي بوسينا محروس ما خلى واسطه بالبلد الا وحط لي اياها يخلي لي اياها المحروس مو مثل بعض جماعه ادعوا لي محروسه محروسه الهي الهي وسيدي مولاي اللي ببالي أنا رايح لاقيله لجميل عند طلوع التنايا إن شاء الله ما يكون عامل حادث يا سامك عظمك جارحني يا سامك يا سامك يا سامك شو بعيد يا سامك عظمك جارحني يا سامك أحسن عمك جارحني أحسن راحت تعمل فحص سواقة ما شفته لفراج فراج؟ ايه ما شفت حدا راح يلاقي لك على طلوع التنايا طلوع التنايا؟ هلا بس ترجع اعمل فحص سواقة بروح بدور عليه قولي جميل قولي علامتي عليك يا جميل قولي علامتي هذا اللي جاينا منك يا فردوس قولي علامتي عليك يا جميل بعيد الشر بعيد الشر مرتي جميل لساتك من امبارح عم تستنى بطلوع التنايا؟ هذا زمان كان اسمه طلوع التنايا هلا على دور امي صار اسمه نزول التنايا ليش شو فرقت مو نفس الاسم لا حبيبتي نزول التنايا صاير على كتف الوادي على سفحه جبل وتحته هفا وفوق نسمه جميل احكي لنا شو صار هذا من شي اسبوع مدري من شي سنه لقيت لكم امي نازله بالاتجاه المعاكس وعم تروح يمين وشمال وهالسيارات عم تهرب من قدامها وتقمز مثل الضفادع ومن وراها وعم يهربوا يمين وشمال يمين وشمال لك تكفلني تكفلني على السرعة مرقت مثل الصاروخ اللي بوعه انه اربع سيارات شحن طلعوا على الجبل وتنتين نزلوا على الوادي وستر لا لحق لا يطلع على الجبل ولا ينزل على الوادي عمل بف عملتي ايه طيب اشر لها خليها تشوفها ليش لحنا الحق لنقشر لها ولا ننبطح مرقت من قدامنا وعملت وز صحيت لقيت حالي القطاط حوالي على ظهر معمل السكر حمول الحمام جسمي مدد وانا بعتقد يا مدام انك بدك تضطري تعيد الفحص ليش سواتي مو منيحه ممتازه خاصه دغري ولقدام بس يعني بيني وبينك على اليمين وشمال بدك شوي لسه ليش شو عملت ما عملت شيء شو عملتي انت بس فتي بالبراكيه تبع الضابط المناوي هي اللجنه الفاحصه عسرا شوي شايفه شايفه لا بيعجبهم العجب ولا الصيام برجب محوس
فوت محروس. أهلين ماما. قولي لي جميل اتصل ولا لسه؟ جميل نايم جوا بس انتي طمنيني. قمحة ولا شعيرة؟ طبعا قمحة بس محروس عم يخوفني. لا يا مدام، لا يا مدام، أنا لا عم خوفك ولا شيء. المشكلة إنه كل أعضاء اللجنة تضرروا جسديا بسببك، ويمكن هذا الشيء خليهم يوقفوا موقف ضدك. أنا شو دخلني محروس؟ لك شلون شو دخلك؟ والرجال اللي طار؟ قال لي يا مدام وقفي هون إذا بتريدي. وقفت أنا. قال لك وقفي هون بس ما قال لك تشحطي فرام الطالعين من الإزاز. طلعته من الإزاز؟ لك إيه؟ شلون طلعتيه ماما؟ قال لي اشحطي فريم. رحت أنا خربطت دعست بنزين، السيارة سحبت فوق المية، رجعت رديت انتبهت، شحطت رديت فرام الرجال طار من الإزاز وسلت بالحاوية اللي عزوكة، هو الحق عليه مو شاده منيح لحزام الأمان. طيب هذا والحق عليه، بس التاني واسطة أبو ياسر شو ذنبه؟ ليش التاني شو صار فيه؟ طرقت مورينا براسه من وراء ناري أمك. الحق عليهم، السيارة اللي حاطينها يفحصوا عليها مو منيحة، يبعت لها قتلها. شو دخل يا مدام؟ شو دخل؟ السيارة مثل ما بتمشيها بتمشي. بكل السيارات القرارير تبعها لورا إلا هاي فيها لقدام. قال لي اركبي وقلعي. ركبت قلعي، عملت السيارة نطيت لورا. شو بعمل له؟ بعدين شو عم يعمل الطيان بساحة السواقة؟ يبعدوا شوي عن العمار. يعني أنا فوت بالطيان ولا بالسور؟ استقربت فتت بالطيان. ولا يهمك يا مدام، ولا يهمك، خلاص إذا ما زبطت من عيد. محروس وينه؟ محروس خربت طيني. وينه محروس؟ شو بعرفني ما شفته؟ قال لك شي بده يتأخر. مدام تعبي حالك، حاجة تنزلي بعدين بتمعها. الرصاصة اللي تخلح الرقبة شيطك. أنا عم أسأل مشان شهادة سواقة مو مشان شغلات تانية. ايوه لا تأخذيني، أنا نسيت هاي تبع شهادة سواقة. المهم بس يجي محروس يفوت دغري لعندي. خرطوس فردك أنا. عم تنغمها كمان تضرب بها الحنانك. خربتوني، بدي عيده بدي العقد من أول. عفوا طالع عم بتدفش، نازل عم بتدفش، هالمرة مش بقصدي. طبعا من قلك تفضل ماشي على كلمة. يلا تفضل أخي. تفضل انت. تفضل حضرتك يا بضاي. قلت لك تفضل انت. هلا انت ما رح تمضي لي صباحك هذا على خير. لك يا زلمة مشي باك على طول فايت دمك. أهبل. لك ليش عم تشيل عندي هالمرضية؟ خرطوش فردك. ايه أخي هاي صار لك 10-12 يوم عند المرضي يعني. وبعدين؟ وبعدين شو؟ مرتاح وكثر خير. بعدين انت بدك تطلع. لوين؟ شو شو لوين؟ لازم تطلع هلق. بديش اطلع. لك شو بديش؟ لازم تطلع من لك. عبيني يا حبدوش. ابو كيروز وملزمنا على الطاولة، روح عمل لي فنجان قهوة اتحرك. ابو كيروز خلوني اثنين، حلوة للاخ وسادة إلي، لأنه نحن مش رباش غير سادة مجمع المثقفين. عينك على الرزق. ها عادتهم واحدة واحدة. روح اتحرك. ما بدي يا اخي هي الابو صلحت لك يا، شو بدك اكثر من هيك؟ ليك أنا قاطع عهد على نفسي أبسكنش بشقة أو قبو بهالبلد إلا بعد ما تعلم المدام السواقة وطالع شهادي. طيب شو رأيك باللي بلاقي لك بيت بالضواحي؟ أنا بالضواحي أبسكنش، بسكنش غير نص البلد وجنب المعهد. إذا مش عارف مين أنا بقول لك أنا ثروة قومية وبمثل شريحة كبيرة من الشباب. إذا أنا برسب هذا بنعكس سلبا عليهم. مشان هيك أنا مرتاح بالمردين، والمردين مأمن إلي طقس مناسب للتفوق والاستقرار. ماشي الحال بالمردين بالمردين، بس أنا ما بيكون اسمي محروس إذا ما بجيب لها شهادة من فوق الأسطيح. نكاية فيك بس. أستاذ محروس رجاء يوم ما بتحكي معي أتشبرش بأصابعك. بوس ايدك يستر عرضك بلاها، انا بجيب لك شوفي. لك ليش؟ سواقتي تحسنت كثير ومعي بصير. يلي عم ياخذوا شهادات سواقه مو احسن مني. امي لحد الان انا مزرزع بدني من الحادث تبع التنايا، يعني حادثين من هالنوع بتشطبي على العيله كلها. هاي فرج راح ولهلا ما رجع. لك فرج بس بده حجه مشان يمز ومز. وات. صباح الخير. صباح النور على البنين. صباح النور. عود محروس. شباك خير؟ صراحة ما بعرف شو بدي لكم. ما طلعوا لك يا، ما قلت لك خليني احط لك شوفي. ما حذرت. واحلى شهادة لاحلى ست الكل. حط لك شوفير. هات لك احلى عيوني فيها. العمى شو هاد؟ صورة مين هي؟ صورتك مدام.
محروس مطلعيني مثل شمقرين الساحرة هيك أنا؟ واه شهادة سوق خصوصي؟ يا حبيبي هلا كل الوصاية اللي حطيناها والتعب اللي تعبناه وشهادة سوق خصوصي. شو ماما؟ شو بدك تسوقي قاطرة ومقطورة؟ شلك بالعمومة؟ أنا أقل من عمومي؟ ما بقبل، شو هالمسخرة هاي؟ خذها محروس، ما بدي إياها. بس يا مدام الشهادات العمومي للباصات، للسيارات الكبيرة، للبرادات، للشحن. شو عليه؟ استأجر لي قاطرة ومقطورة لأتدرب عليها. واه لكان خليني روح اتصل بوزارة الصحة خليهم يعلنوا حالة التأهب القصوى. نزلوا لي هالشارباء. بارا بارا بابا بابا